عليك الحملات ما عاود في الجزائر. ايوا نقدر نعاونوك ولا سي عبد المجيد؟ انا تبغيني نعاونك باطل في الانتخابات باش ترجع رئيس؟ والله العظيم انا نعاونك باطل. علاش؟ انا عندي الربح تبقى انت. يا والله اما ما سعد نشوف كيفاش دير. صيفط لي شي ميساج هكذا مكوضي، شي رمز هكذا في الخطاب ديالك ولا ايوا قول لهم صاحب المستاش الاسود بغيتو يدعمني. ندعم خويا وغي صوتو. عرفتي كي عرفتي كيفاش ندعمك؟ غنبقى نضحك عليك ونتقدك، وهذوك البصبع غي صوتو عليك زكارة فيا انا وغطلع. اش بالك في هاد الخطة غا سي عبد المجيد؟ والله العظيم بالله شوف فكر فيها خايلة، فكر فيها. وصيفط لي واحد ايفون 14. ايوا بارك هذا بارك في البرتغال ياك. صافي خليه تما داك الساعة نقول لك عندما تخليه. والله غادي نبقى ننتقدك ننتقدك ننتقدك. هذاك بصبع معاه هو عاود فهمتي راسو حجرة، غادي يصوت عليك زكارة فيا انا وغتربح. ايوا المهم بغيتي ما تطلعش قول لهم، قول لهم انا لنداد اياله الجزائر محال واش غيخليوك كامل عمي. انا زعما لو كان كنت انا واش نقريحه والله لا رجعت لذاك الجزائر. غنقول لك بقى تما نتهمك بالارهاب نتا وامير دي زيد وزيطوط ثلاثه بيكم. ايوا دابا بنس ديرا باقي ما دارش عليه فيديو ياك. انا كنتسال دابا بنس ديرا شنو غيقول بنس ديرا وسميتو الطاهري مراد الطهاري. انا كنستنى مراد الطهاري يا اخي داك بولحيا كنستنى الله شنو غيدير على داك الاياده الجزائر عام، وداك الكرسي اللي حناي، وداك الضربات البيض ايه، وداك المنتخب قالوا نديروا كره القدم. بلاتي بلاتي يا ابن عمي ما هضرناش يا صاحبي، يو باقي لنا واحد ربع ساعه نضحكوا شويه مع السي عبد المجيد. قال لهم حنايا بلاتي نسمع لكم صاحبي، بلاتي حنا داك الشيء عندنا بالدليل، بلاتي نسمع لكم يا ابن عمي الله يهديك. واخا انا هذا الفيديو راني درته في فيسبوك وعندكم ما تمشوش فيسبوك، سيروا الفيسبوك الدراري يا الشباب سيروا تفرجوا تما الله يرحم والدين. صافي الطهاري راه داير لايف، داير لايف دابا. صيفط لي امير دي زير راجل وانا كنحترم راه كلشي رجال. انا ما عندي شوف انا ما ما عندي انا ما عنديش مشكل مع شي واحد جزائري نهائيا. اي بالله السلطان حاتك مشى السلطان حاتك مشى عاتك مشى دابا وريناك شاس ربع الشهر وحش خرخراوات. اي بالله ذو فيد الخراوات بزاف عندي مزيغ شكل سعيد واد ولا ني طيا خصنا صاحبي والله العظيم قسناي بوبريتن ولا راه قسناي روخ اش كاتيري بنادم اخي حش سعيد بارسا احمد سلطان لا حول ولا قوه الا بالله. زعما تكون انا غنقولها بالعربيه، زعما تكون انت انسان عادي واسوي ويضحك عليك سعيد بارسا واحمد سلطان. اش كنقول لكم راه والله غير البرادع بالله اي البرادي عندك الجزائر. مع احتراماتي لهذوك اللي الطولنطيين وعرفوا لافير وكذا، مع احتراماتي لهم بالله، تحياتي للجزائريين الاذكياء اللي فهموا لافير. اما هذوك اللي غاديين في الغيوان مع سعيد واحمد سلطان كيكري له اللايف وكيعطيه اللايف من هنا وكيطلعوا مع بعضياتهم وكيضحكوا عليهم. مسخت الوالدين ما صاحبي والله الا مسخت بالله تيليكرو. المهم قلنا دابا علاش حنا المغاربه عيقنا بهم، فهمتي حنا عيقنا بهم كنضحكوا معاهم وكنضحكوا بهم. ايوا هما مشاو للجزائر فين لقاو المادة الخام، مازال كاينه المادة الخام ديال الضحك وديال الطنس. اشنو قال السي عبد المجيد على القضية ديال من الذكرى 210 لمعاهدة السلم والصداقة بين إيالة الجزائر ومملكة البرتغال؟ إيالة الجزائر ابن عمي دومير أين أنت يا دومير؟ أين أنت يا دومير لمدة سنوات وأنت تبحث هنا وهناك وتحاول قلب الحقائق والإتيان بنصف الحقائق لتثبت أن الجزائر كانت دولة؟ وجاء السي عبد المجيد لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد فيكم خصو يمشي للحبس، واحد فيكم كذاب يا أنت يا هو، اختاروا دابا صافي. دومير اختار واحد فيكم كذاب، واحد فيكم خصو يمشي للحبس، انت ام الرئيس الجزائري؟
بوا على لين ابي الله واخا نشوفوا دابا هادي في كل ميادين، ميدان ثقافي، ميدان تعليم، ميدان طاقه، ميدان صناعه، ميدان حتى الرياضه، حتى الرياضه الفوتبول الفوتبول. وضحك سي عبد المجيد كي غادي لها الفوتبول دابا انت مع 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 بورتوغال؟ ما فهمتش انا هذه القضيه ديال الفوتبول هذه، واش غتصيفط لهم بالماضي يدرب اف سي بورتو ولا بونجاح يلعب مع مع لشبونه؟ ها بلايلي غادي يسجل كونترا مع بينيفيكا؟ كيفاش الفوتبول الجزائر البرتغال فوتبول؟ كأس العالم يا العفريت. كيفاش دابا هو كاين جوج حلول، يا اما بغيتي تطلع تدخل معنا يعني تكون الرابع، يا اما بغيتي تحيدوا المغرب وتدخل انت. وعندكم البنيه انتوما صاحبي، عندكم الملاعب مغطات، ما كايناش الملاعب المغطات في افريقيا ولا في العالم كاع، كاينه غير ديال الجزائر ابن عمي بالله. ايوا بغيتي تحيدوا المغرب وتدخل انت ولا تدخل معنا؟ بغيتي تدخل معنا مرحبا، ما عندناش مشكل والله العظيم. ها بالله جاي دخل تلعب معنا وتلعبوا تما وكذا، جوج ديال الدول الافريقيه وجوج اوروبيه يا سلام. ولكن انت ما بغيتيهاش، علاش؟ لان غيتحلوا الحدود وغترجع العلاقات. ايوا وغادي يكتشف الشعب الجزائري مسكين بانه 50 سنه وهو يعني في الوهم، كي معيش راسو في الوهم ومعايش في ميزيريه من اجل بوليزاريو واللي خلاته فقير والدوله الاخرى طالعه غاديه. المهم كتحدى ما غاديرهاش. اذا بغيتي المغرب ما يبقاش ياك، يعني الملف الجزائري في بلاصه المغربي. علاش خايف من خريطه المغرب؟ العفريت نفريت تصور معايا خريطه المغرب طويله هكذا مع اسبانيا هنا والبرتغال هنا وكلشي في داك لي فلاير والبوستير والتلفازات وداو العالم والاشهارات كامل 8 د المليار د البشر كلشي غيشوف خريطه المغرب كامله مكتمله وغتخلو في الدين ديالو. ما تقدرش ديك الساعه تخرجها من منو تقول له لا حق راه كاينه واحد الشرطه تما، راه باقي عندنا واحد المشكل داكشي ديال تقرير المصير والامميه الرابعه. ولا 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 لا فضيحه صاحبي، ضرب هذا القجع هذا والله يدير لكم ضربه قجوعيه صاحبي. هو الفكره ماشي ديال القجع باينه يعني زايده، ولكن القجع يرافع اخي كيخدم على هادشي مزيان برافو. هي باينه الفكره جات من الفوق زايده شويه، هي تقدر تكون فكره زعما تكون عندي انا تكون عند اي واحد، ولكن يعني بداك العمق ديالها وفين باغيين يوصلوا بداك الملف الثلاثي في 2030 على المستوى الدولي والعلاقات الكرويه الجيوبوليتيكيه، هذه كتكون غير عند الناس الكبار الناس الواعرين. ايوا قالوا له المهم قيل قجعي وراك تما، والله الا قرجعهم بالله عرفتي شنو خريطه المغرب كامله. اما الا مشاو حتى عطاو شي ملعب لعيون ولا ما تعرف، راه الدنيا والزمان راه باقي 6 سنين ابن عمي، باقي 7 سنين ل 2030، الدنيا وزمان. ايوا شي ملعب قدو بالقداش عاود في العيون، ما كاين غير خير رونالدو كيلعب تما، رونالدو ديال سميتو، اما شي رونالدو سيت فينيسيوس ديال البرازيل، لان رونالدو غيكون كيدرب داك الساعه المنتخب ديال البرتغال. والله العظيم الى الافلام بالله. قال له كره القدم الفوتبول وضحك السي عبد المجيد ضحك هكذا وحكى. شوف راه ملي كتعرفي تسمى بنادم سوء النيه ديالو، سوء النيه راه كيدير شي حركات ماشي هي هذيك، كيهضر شويه وحكى هنا في جنابه هنا تحت الباط، تخلي يدو تحت سميتو تحت الفيستان وحكى هنا في جنابه. راه ملي كتجيك الحكه في شي بلاصه مع شي كذبه كتجي مقاده نيشان. ايش غندير؟ كنترزو سي عبد المجيد. المهم ايالة الجزائر صافي ابيلا، ايالة الجزائر واحد بونيف ما عرف كيف غيكون بقى مسكين دابا. بونيف ابقى فيه غير النيف صاحبي، والله العظيم ابقى فيه غير النيف والسبان واللسان الطويل والمعيون، وباقي كيعيب عباد الله. ايه سي عبد المجيد عندك واحد بونيف تما خصك تهلا فيها صاحبي، انظر صيفطي له شي ماك بوك ها؟ والو حتى ذاك ايفون والو، عطاه له بن كرينا
شوفوا بعجي بعجي شوفوا بعجي حتى هو عنده الفلوس. أبونيف شوف بعجي شوف بعجي راه عنده الفلوس. قالوا لي داك إيفلين عندها الميزانية ديال إفريقيا كاملة. بالله إيفلين قال لك أسيدي عندها الميزانية ديال تونس كاملة. كلوا معاهم الخبز كلوا معاهم الخبز. إي والله لا حول ولا قوة إلا بالله الحي العظيم. تبون مصور جابوه العسكر ورا قالوها له تما في ذوك الشوارع قالوها له مع الخرجة من القصر مع الخرجة من القصر ها كيودعوا مسكين رئيس البرتغال كيقولوا سلام سلام مواح مواح وهو مزور جابوه العسكر. الإخوان وصل وصل وصلت لقيته ديال سميتو ديال الانسحاب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.